اصعب مدير فني اتعاملت معاه في سموحه كان مين؟ ليه ما اتعاملش مع حد؟ بالعكس، عارف حسام حسن وابراهيم حسن ألذ ناس وادم ناس واشيك ناس واجمل ناس، وحلمي طولان راجل لذيذ جدا وحبوب وشوي غريب. بص ما فيش حد ابدا. عارف اصعب حد مين؟ فييرا اللي بيمرن انبي ده. مدير فني كنت تتمنى التعاقد معه خلال فتره تواجدك رئيسا لنادي سموحه؟ ايهاب جلال، بس ما كنتش اقدر ادفع مرتبه طبعا. مين المدير الفني اللي خذل المهندس فرج عامر؟ كنت تتوقع اللي هو يعمل حاجه كبيره في الفرقه وخذلك؟ لا انا مش عايز اغلط في حد. هو مدير فني كبير وكسب كاس العراق، طبعا كسب بالعراق كاس كده، وراجل شاطر و و و، بس يعني هو ما عادش مده عندنا، وهو ما كانش متجانس معانا، ما كانش متجانس معانا اللي هو فييرا. هل في ممكن من يوم من الايام مستقبلا تترشح لرئاسه نادي اخر غير سموحه؟ لا. او ترجع للمجال الرياضي؟ ما بص انا ما اعرفش بكره هيكون في ايه، بس انا ما يعني انا دلوقتي مبسوط وسعيد جدا، واتشال من عليا ضغوط رهيبه جدا. دايما لما بشتغل طبعا بكون مضغوط جدا، وعليا ضغوط تانية جميله انا بعملها وبمارسها وسعيد قوي بيها. فانا في اللحظه دي احمد ربنا واشكر فضله. لكن انديه اخرى مش قد ما كان في انديه كتيره نفسي ان انا اكون رئيس مجلس. لا ما هو سعر بيع المهدي سليمان لنادي بيراميدز؟ 68 مليون جنيه. 68 مليون جنيه اسمه ايه ده؟ كمان اتباع ب 2 مليون دولار وشويه كمان. عبد الله بكري. افضل صفقه من الاهلي؟ احمد عبد القادر مثلا وناصر ماهر. افضل صفقه من الزمالك؟ مصطفى فتحي ومروان حمدي. اللاعب اللي اتباع من سموحه بشكل سريع جدا وبسهوله كان مين ده؟ المهدي سليمان واسمه ايه ده، محمود عبد العزيز بسهوله، كلهم اتباعوا. صامو الافوم، جودون اطرام، كل دول بسهوله جدا. في الصفقات مين كان اسهل في التفاوض، محمود الخطيب ولا مرتضى منصور؟ الكابتن محمود يعني كلامه قليل جدا جدا ومحدد جدا، خدت بالك؟ لكن صعب جدا. ومرتضى منصور برضه صعب، بس كنت انا ومرتضى منصور ببيع وبشتري برضه في 5 دقايق. يعني هو كان بيثق في اللعيبه، والحمد لله اديت له احسن لعيبه، والحمد لله كان مبسوط وكل حاجه بره بمنتهى السلام، واداني فلوسي وكل و100% تعامل معايا باخر شياكه واخر رقي، وما شفتش منه حاجه وحشه في التعامل خالص. وطبعا محمود الخطيب ما شفتش منه ابدا الا كل خير، كل خير. من افضل رئيس نادي في تاريخ مصر؟ حسن حمدي. بس محمود الخطيب جاي دلوقتي كمان، انا شايف ان هو يعني ماشي على نفس النهج وبيعمل حاجات جامده، بس حسن حمدي ده اسطوره. اكتر شيء ندمت عليه خلال فتره تواجدك في سموحه؟ لا انا مش ندمان على حاجه، مش ندمان. انا في طبعا ناس كنت فاهمها غلط طبعا، بس عادي، دي الحياه الدنيا. انا مش ندمان، ما ببصش كده يعني. كل يوم جديد، انت خدت بالك؟ خلاص انا بنسى اللي ورا، ما بشيلش. هل حصل قبل كده تفاوض مع ايهاب جلال لتدريب نادي سموحه؟ حصل من خلال تامر النحاس. هتترشح في المستقبل لرئاسه سموحه؟ ما اعرفش، ما عنديش فكره، ما اعرفش بكره في ايه. ليه سموحه ما بناش على النجاح في التواجد الافريقي انه يكون منافس حقيقي على الدوري ورضى بالمربع الذهبي بس؟ هنا عشان تاخد الدوري لازم يكون وراك ظهير جماهيري رهيب او ظهير سياسي قوي جدا. اللي خدوا الدوري في اخر 30 سنه كده، يعني الاولمبي لما خد كان سليمان عزت، سليمان بيه عزت. الزمالك ده اللي عمله طبعا عبد الحكيم عامر، ده اللي نط بالزمالك نطه جباره. بس خلاص الزمالك بقى خلاص ملوش دعوه بقى بالظهير السياسي. الزمالك اللي عنده ظهير جماهيري رهيب طبعا، مثلا طبعا الاهلي ده دوله. خدت مثلا، تعالى بقى انبي، انبي ما كسبش الدوري، بس كسب لما كان بيكسب كان في بقى سامح، الوزير سامح بيه فهمي. وطبعا الجيش لما كسب السوق المقاولين العرب طبعا، انت فاهم، كان عثمان احمد عثمان. خدت بسيطه يعني، بدي لك فكره. لكن انا وصلت نهائي الدوري ووصلت نهائي الكاس، انا وصلت نهائي الكاس مرتين، وانا الاقرب للفوز بالكاس والمفروض افوز بالكاس. النظام هنا في مصر الكروي ما خلانيش افوز، والاهلي كسبني في الدوري 2014 بهدف اعتباري، الهدف الاعتباري الفيفا ما بتعترفش بيه. من اكتر من 25 سنه كنت حضرتك في برنامج حق الجماهير، تكلمت في نقاط سريعه عن تطوير الكره المصريه. دلوقتي احنا بعد 25 سنه، شايف ان في حاجه اتطورت؟ هي محلك سر، خطوه تنظيم. هي خلي بالك، ده مش في الكره بس والصناعه،